هي أول جمعية نشأت في المغرب سنة 2017. هذه الجمعية كتهدف لتطوير كرة القدم ديال مبتوري الأطراف وتحسين الوضعية ديال اللاعبين وباش يكون عندنا واحد المستوى كبير ديال كرة القدم في المغرب. والحمد لله بالفضل ديال هذه الجمعية هذه تمكننا الآن باش يكون عندنا بطولة وطنية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة أشخاص في وضعية إعاقة. هذه السنة الأولى اللي كتكون فيها البطولة الوطنية. كنتمنوا من الله باش يرفع علينا هذا الوباء ونكملوا الأطوار النهائية ديال البطولة الوطنية. دابا جمعية أمل سلا أهلا المقابلة نصف نهائي إن شاء الله، يعني التاريخ باقي ما محددش للظرفية الحالية اللي كنعيشوها كما سبق لي وذكرت. كرة القدم يعني ديال المبتورين ما عندهاش يعني شي بحالها بحال كرة القدم اللي كيلعبوا الناس اللي عاديين، يعني عندها واحد بعض القوانين اللي هي بسيطه اللي ديال ان الانسان ما خصوش يلمس الكره بالبيكي متعمد، هادو هما يعني وكتمارس بشكل عادي بحاله بحال شخص ساوي. وكنطلبوا من المسؤولين للجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص في وضعيه اعاقه اللي هي كتشرف على هذه البطوله الوطنيه انها تجتهد وتحاول تدعم هذا الفريق ديال امل سلا والفرق الوطنيه اللي تحت لواء الجامعة الملكية. والمسؤولين لا وزارة الشباب والرياضة ولا الناس المسؤولين ديال سلا باش يلتفتوا لهذا النادي اللي هو لحد الساعة 3 سنين وهو كيمارس رياضة كرة القدم وبدون دعم. يعني هذا الشيء كنتأسفوا ليه بزاف، لولا المكتب المسير والتضحيه ديال اللاعبين لا هاد الكره هادي تنازلنا عليها. ولكن كما تنقولوا الحب ديال البلاد والحب ديال ان شاء الله اننا نمثلوا المنتخب الوطني في المستقبل لا في البطوله الافريقيه ولا البطوله الدوليه ان شاء الله البطوله العالم، هذا هو اللي كيخلينا باش نزيدوا نجتهدوا ونبحثوا على رياضيين باش نطوروا كره القدم ونزيدوا الامام ان شاء الله بكره القدم وان شاء الله يكون خير في المستقبل. ما فكرتوش على انكم ديروا شراكات في الدول الاوروبيه؟ فكرنا وعندنا طموح باش نديروا شراكات، ولكن يعني باقي ما لقيناش الناس اللي تساعدنا واللي توقف في جنبنا. وعندنا طموح ان شاء الله باش نبحثوا ونلقاو الناس اللي يديروا لنا شراكات ويعاونونا ان شاء الله في المستقبل. عبر هذه المنابر شنو الرساله اللي تبغي توجه للمسؤولين؟ الرساله اللي كنوجه للمسؤولين ان الرياضيين ديالنا ديال كره القدم بتوري الاطراف بغيناهم يعاملوهم كرياضيين مثل جميع الرياضيين اللي كيمارسوا الرياضه في البلاد، يوفروا لهم الحقوق ديالهم، يوفروا لهم الظروف المادية والمعنوية وباش نطوروا الرياضة ديالنا ونزيدوا بها القدام إن شاء الله. بالنسبة للطاقة الجسمانية ديالهم تلقاوش مشكل؟ ما كاينش الحمد لله. عندنا جوج حصص تدريبية في الأسبوع تحت إشراف المدرب الكفء تبارك الله السي مصطفى قاسمي، رجل عصامي اللي كيضحي معنا تقريبا من نهار بدينا دابا 3 سنوات، هو انتم راكم تشاهدوه في الملعب راه يعني ديما كيضحي بوقته ويجي كمتطوع، الله اللي غادي يجازي على هذا العمل اللي كيقوم به معنا. ونتمنى ويكون خير ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه للطبيب الفريق لحد الساعه باقي ما استطعناش نتوفروا على طبيب الفريق. كانت جات واحد الاخت كيني ولكن حتى هي عندها ظروف ديالها، يعني قالت لك ديروا معايا عقد وديروا معايا يعني عقد يعني لا يكون واحد سومه ديال العمل ديالها. ولكن للاسف بدون دعم ما يمكنش لينا نعطيوها وعود ولا نعطيوها شي حاجه، يعني قلنا لها لحد الساعه يعني راه الفريق يلف باقي ما مستفد حتى من شي دعم وصافي، يعني كل ظروفه راه ما عاودتش التحقات بينا. نتمنى ان شاء الله في المستقبل اننا نلقاو طبيب الفريق ان شاء الله اللي يكون مع الوليدات، لا سيما انا اثناء التدريب كيوقعوا بعض الوعكات اللاعبين وغادي نتمنى ان شاء الله يلتحق بنا شي طبيب.
تنقولوا الفكره اسبانيا لعبت مع الفريق الوطني ديال اسبانيا ومن بعد رجعت للمغرب و يعني كاينين طاقه تبارك الله ومواهب وفكرنا نديروا فريق هنايا في سلا والحمد لله دابا راه عندنا عده فرق في المغرب عندنا في الدار البيضاء اكادير طنجه فاس يعني تبارك الله انتشرت هذه الرياضه هذه في المغرب وان شاء الله دزنا الدومي فينال باش نلعبوا ان شاء الله ديال البطوله الوطنيه وان شاء الله ما كرهناش يدارنا فريق وطني يعني كنلقاو مشاكل يعني بالنسبه للماتيريال بالنسبه للتيران يعني كنلقاو مشاكل في يعني باش نزيدوا بهذه الرياضه هذه طرقنا ولكن ماشي كلشي كيساعدك بعض الجامعات هما اللي كيساعدوا وكنتمنى يعني من هذه الجامعات هذو اللي قرابين الجمعيه يتساعدوا معنا ويتعاونوا معنا يعني الشباب راه يعني متعطشين لهذه الرياضه هذه وباغيين يزيدوا يطوروا عدم الامكانيات هما اللي كتعكزهم باش ما يجيوش يترينوا الاسم ديال الجامعه اللي كتنتميو ليها احنا جامعه العييده كنتي تكلمتي لنا على انك ديتي تجربه في الاسبان وتجربه في تركيا حاول تكلمنا على التجربه ديالك في تركيا تركيا مشيت في 2018 في الاواخر ديالها يعني دوزت تقريبا واحد 4 شهور يعني تبارك الله دوك الناس يعني عندهم طاقات عندهم مواهب يعني الناس وصلوا و كنتمناو من هاد يعني حتى حنا يكونوا عندنا بحال دوك الطاقات بحال دوك المواهب وعندنا تبارك الله خصنا غير الدعم ما حاولتوش انكم ديروا شي شراكات مع جمعيات في الاسبان او تركيا او يعني فرنسا حاليا كنتواصل دابا مع يعني المدرب ديال المنتخب الاسباني وان شاء الله راه غير تفوت هاد كورونا ان شاء الله راه غادي نديروا معاهم شي ماتش عميق ان شاء الله الا كتب السن ديالي 20 سنه تزاديت وكبرت في سلا وانا مبشور الطرف القدم اليسرى يعني وهاد الاعاقه هذه اللي كنعاني منها يعني ماشي يعني من اكسيدو ولا شي حاجه يعني تزاديت بها خليقه من عند سيدي ربي وكنحمد الله وكنشكره على هاد النعمه هذه وندوي لكم على كره القدم انا كره القدم يعني حليت فيها عيني يعني ماشي مارسها مع شي ايكيب ولا شي حاجه يعني كنت كنلعبها في الشارع مع الاصدقاء ديالي صحاح لي فاليد كنمشي نقراو معايا في الليسي اعدادي على حسب كنت كنلعب معاهم كره القدم وتا لواحد النهار تلاقيت بواحد السيد الاسم ديالو عبد الله اللي كيلعب معايا في هذه الجمعيه ديال امل ديال سلانيت ونصحني بهذه الرياضه هذه حيت هو كان مشى لاسبانيا وخدا واحد الاطلاله على هذه الرياضه وهذه وجا بغى يديرها في المغرب وجا ونصحني بهذه الرياضه هذه وكان ديجا كيجمع هذه الايكيب هذه صافي ودخلت كنقصر معاهم الحمد لله وحنا دابا راه قربنا نقدموا منتخب ديالنا وعندنا بطوله احترافيه في المغرب وغادي ان شاء الله من هنا لقدام ما غيكون الخير وندوي لكم على واحد الجوله احترافيه كانت دازت في تركيا في 2018 كنت مشيت لعبت مع فريق ديال ترابزون سبور اللي هو هذا ترابزون سبور امبوتي دازت واحد الجوله احترافيه اللي زوينه وتعرفت على مجتمع جديد وناس جديده وفهمتي ودك الناس يعني واصلين بهذه الرياضه وما كرهناش حنا ان شاء الله نكونوا في المستوى احسن منهم كاع حيت حنا راه الحمد لله عندنا مواهب كثيره يعني خصنا غير شي شويه المساعده وما غيكون الخير شنو الصعوبات اللي كتقابل هنايا في المغرب شنو الفرق ما بين المغرب وتركيا الفرق ما بين المغرب وتركيا بالنسبه للمغرب هنايا عندنا فرق ولكن كنتمنوا يعني نقدموا منتخب ونشاركوا به يعني احنا في بطولات افريقيه وبطولات عالميه علاش لا يعني عندنا مواهب عندنا موارد مكرهناش حتى حنا نقادو منتخب ونشاركوا به ونمثلوا الرايه المغربيه علاش لا بزاف ديال الشباب اللي عندهم اعاقه بحال هكا ولكن ما كيزعموش يخرجوا للارض الوجود باش يلعبوا ويمارسوا الرياضه ديالهم بواحد الحريه بزاف ديال الناس اللي كيحشموا شنو تقدر تقول لهم انت بالنسبه للناس اللي كيحشموا ما خصهمش يحشموا يعني خصهم يعطيو العنان يعني عنده واحد الاعاقه يعني ماشي ناقص من القدرات ولا بالعكس عنده واحد القدره خاصه يعني غادي يستغل داك الاعاقه ديالو ويطورها وغيولي بطل في نفس الوقت ما غيوليش معاق
يعني كنقول لهاد الناس هادو يعني اللي كيعرف يدير شي حاجه يستمر فيها ويعطي فيها راه ما يخصو والو ان شاء الله. انا بالنسبه لهاد الكره هادي تنمارسها حيت تنحبها وتنموش على شي حاجه سميتها الكره. يعني انا قبل ما نعرف هاد الدراري هادو كنت نلعب مع الدراري في الحومه مع لي فاليد تلعب معاهم كره وكذا، وبشويه بشويه بديت نكتشف تلقيت الجمعيه ديال الفوت والتحقت بهم والحمد لله وليت تلعب معاهم وليت مساجم معاهم وليت الحمد لله بخير. الشباب اللي حتى هما من الناس الفئه ولكن غامسين غير في المنزل وخايفين، شنو تقول لهم باش يخرجوا من هذا المنزل؟ بالنسبه للشباب، خاصهم يكون عندهم متفائلين بالخير. يعني الاعاقه ماشي هي حازز بالنسبه لنا، بالعكس الاعاقه تعطينا طموح شحنه، فهمتي؟ ان بنادم انسان معاق يعني ماشي هي نهايه العالم، يعني الانسان المعاق خصو يتحدى الاعاقه ويتحدى اي حاجه، فهمتي؟ حيت بالنسبه لبنادم المعاق الا دار الرياضه غادي يرتاح فيها وما غايحسش براسو انه معاق، غايحس بانه براسو انه انسان عادي. اليوم جينا شفنا الاخوان هنايا في مدينه سلا لهذا الرياضه هذه، اللي عندي واحد ان شاء الله واحد البروجي يكون ان شاء الله مستقبلا مع الاخوان هذو. كان الحضور ديالي في فرنسا وثقنا واحد الوثيقه ديال اننا نكون واحد الشراكه ما بين فرنسا والمغرب، والحمد لله الرياضه هذه اللي عطات واحد ايجابيات في الدول الاوروبيه، وبغينا ان شاء الله هذه الرياضه توصل للعالميه، مغاربه بغينا يوصلوا للعالميه بهذه الرياضه هذه اللي تهي فهي مساعده كما تنقولوا لا جسديا ولا كما تنقولوا بسيكموسي. واليوم ان شاء الله مع الاخوان ديال الجمعيه ديال القنيطره اللي فيها منير حسينه غنسني واحد الشراكه ان شاء الله عما قريب ان شاء الله مع الاخ احمد الرئيس ديال الجمعيه، وبغينا هادشي ان شاء الله يمشي لقدام ويكون التوفيق للجميع ولاد الاخوان هادو. نتمنى ان يجيو حضور اخرين، دراري اخرين اللي في هذه الوضعيه ديال الاعاقه يكونوا بالحضور الكاتب، ونتمنى ان الشعب المغربي يشجع الناس هادو ولا الرياضيين الكبار حتى هما، فهي رساله للرياضيين الكبار هذا يشجعوا هاد الرياضه هذه لحقاش هما محتاجين للمساعده ومحتاجين لا غير كما تنقولوا ماديا ولا معنويا، فهما محتاجين هاد المساله هذه. تشكروا جميع الاعلاميين واخبار الفجر المغربيه، تشكروا الاخوان اللي معنا. السلام عليكم.